إذا الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي يعبر عليها الشعب الجزائري أو أي شعب في العالم ويمارس سيادته باختياره الحر والنزيه، اختيار من يمثله، بشرط أن تكون هناك انتخابات نزيهة. ولأول مرة في الجزائر تكون هناك سلطة مستقلة خارج الجهاز التنفيذي، خارج وزارة الداخلية التي كانت دائما بعض الناس أطراف المعارضة تقول بأن هناك تزوير أو ما هو تزوير. الآن سوف ندخل جميعا في هذا المسعى المستقلة التي هي المسؤولة على إعداد والتحذير والمراقبة والإشراف وإعلان النتائج. لا توجد أي مرحلة انتقالية في الجزائر ولا يوجد أي تفاوض إلا الانتخابات الوسيلة الوحيدة. الشعب يمارس السلطة صاحب السيادة عن طريق ممثلين منتخبين. قرار سياسي في الجزائر يصدر من الجزائر بالمرادية ولا يصدر لا في واشنطن ولا في باريس. استقلاليتنا في قرارنا السياسي هو اللي جلبنا المشاكل.